عبيرات جي أم، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج مرناش ساكتين. سعيدة دائما بلقائكم رفقة زميلي يزيد. مرحبا بك يزيد. مرحبا بك زميلتي سونيا، ومرحبا متابعي ومتابعات راديو أم. إذن انتخبت الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025، حيث حصدت الجزائر ما مجموعه 178 صوتا في هذه الانتخابات التي جرت في نيويورك خلال الجلسة العامة 17 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من خلالها ستنضم 14 دولة جديدة إلى هذه الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم والتعامل مع الحالات انتهاكات حقوق الإنسان وصياغة توصيات بشأنها. وفي المقابل أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة دار البيضاء شرق العاصمة الجزائر أمس الاثنين حكما غيابيا بالإعدام في حق الصحفي محمد عبد الرحمن سمار المعروف بعبد سمار، وذلك بتهمة التخابر على خلفية تسريب معلومات صنفت في خانة السرية والحساسة، والذي قرر سنة 2019 الهجرة واللجوء إلى فرنسا. وفي 24 ماي 2022 كشفت منظمة العفو الدولية أنه يوجد ما لا يقل عن 1000 شخص محكوم عليهم بالإعدام في الجزائر، موضحة أن الجزائر لا تطبق عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي. وفي تقرير لها أشارت لم يتم إعدام أي سجين محكوم عليه بالإعدام منذ عام 1993. في كثير من الأحيان يتم تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد بضع سنوات في السجن. وأعلنت المنظمة أيضا أنها سجلت 9 أحكام إعدام على الأقل في الجزائر سنة 2021 مقابل حكم واحد في سنة 2020، وأنها سجلت اتجاها تنازليا في أحكام الإعدام منذ عام 2015. وللتذكير عقوبة الإعدام في الجزائر هي أقصى عقوبة يمكن أن تصدر ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة في الجزائر. يشار إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام توقف منذ إعدام 4 إسلاميين عام 1993 ينتمون للجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، اتهموا بتفجير مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في صيف 1992، وتم تجميد العقوبة بسبب ضغط منظمات حقوقية غربية، غير أنها لم تلغى من قانون العقوبة بدليل أن القضاة لا زالوا ينطقون بها. وبهذا وش رأيكم في الحكم الصادر ضد صحفي عبد السمار، وما هي قراءتكم لانتخابات الجزائر عضو في مجلس حقوق الإنسان؟ هذا هو موضوعنا لنهار اليوم. لكل حب يشاركنا الموضوع عليه غير يتصل بنا على 07 70 77 66 98. دونك بدون إطالة معنا الناشط السياسي والجمعوي عبد الوهاب فرساوي باش يعني شاركنا في هذا الموضوع، نقول له يعني نعتذر على التأخير. مرحبا بك عبد الوهاب فرساوي. مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل المستمعين من إذاعة راديو أم. يسلمك عبد الوهاب فرساوي. يعني شفنا انضمام أو انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان، ولكن يعني منذ يومين أصدر حكم الإعدام ضد الصحفي عبد السمار، واليوم يعني نشوفه في محاكمة الصحفي مولوج يعني التماس النيابة من 10 إلى 15 سنوات السجن. يعني واش تقولنا يعني في هذا الموضوع؟ السلطة تلعب في هذا في الآونة الأخيرة، ليس أفاد بويدي دي سيني، منذ عشرات من السنين تلعب على الواجهة الديمقراطية. ففي الدستور الجزائري نرى أن كل الحريات والحقوق مكرسة في الدستور، والجزائر وقعت في كثير من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. هناك قوانين تكرس الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولكن في الميدان نرى أن هناك خنق للحريات ولحقوق الإنسان. إذن السلطة السلطة تلعب لإعطاء واجهة كأنها صح هناك احترام لحقوق الإنسان، وتحاول أيضا أن تتباهى مثلا بانتخابها في عضو مجلس حقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة. ولكن يجب أن نتذكر أن هذه الانتخابات لا تعكس الكريتير ديليكسون لا تعكس الوضع للحريات والحقوق في البلد، لأن الانتخابات هي تكون من طرف ممثلين الحكومات. إذن هناك علاقات
تفاهم بين ممثلي الحكومات داخل المجلس الذين يمثلون الحكومات في الأمم المتحدة. هذه الانتخابات لا تعكس الحقيقة التي تعيشها الجزائر من حريات. وعندما نرى تقارير مختلف المقررين لحقوق الإنسان سواء كان الحريات، وأيضا عندما نرى أيضا تدخلات المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحقوق فيما يخص حالة الحريات في الجزائر، نرى أن هناك العكس. فالحكومة الجزائرية لا يمكن أن تنفي أو تنكر واقع الحريات في الجزائر وواقع الحريات. كما تفضلت الآن، هناك إلى يومنا هذا هناك أكثر من 300 معتقل رأي في سجون الجزائر، اعتقلوا من أجل آرائهم ومواقفهم السياسية الذي يضمنها الدستور الجزائري ومختلف المعاهدات. وعندما نتكلم مثلا حول الإعدام، فهيئة الأمم المتحدة بما يخص مجلس حقوق الإنسان يعمل من أجل إلغاء هذا الحكم في العالم. إذن كل الدول الديمقراطية تسعى إلى إلغاء حكم الإعدام، ولكن للأسف أن الممارسات الموجودة في ميدانيا لا تعكس، هي منافية حقيقة لاحترام و والحريات سواء كانت فردية أو عامة، وأيضا لحقوق الإنسان. إذن ماذا أريد أن أقول؟ أن انتخاب الجزائر كعضو في هيئة في مجلس حقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة لا يعكس الوضع الحقيقي للحريات. وبطبيعة الحال الحكومة الجزائرية تحاول استعماله بأن هو مكسب للجزائر، ولكن للأسف نرى أن هناك دول كثيرة لا تحترم فيها حقوق الإنسان وهي أيضا عضوة في هذا المجلس لدى هيئة الأمم المتحدة. فبطبيعة الحال عندما نتكلم عن تسيير هيئة الأمم المتحدة، هناك عدة يمكن أن هناك نقائص، هناك تسيير بيروقراطي، هناك هيمنة لبعض الدول قوية فيما يجري داخل هيئة الأمم المتحدة، ولكن هناك عمل مهم تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين، يقومون بتقارير يعكس الواقع، يقومون بإعطاء توصيات حتى وإن لم تكن إلزامية برأيي لديها ثقل سياسي ومعنوي مهم جدا. أكيد. يعني هنالك من يقول أيضا عبد الوهاب فرساوي أن يعني المشاركة أو الوجود في مثل هذا المجلس لا يؤثر يعني على السياسة سواء الداخلية أو الخارجية للبلاد، يعني مجرد كما يقولوا حبر على ورق. لا، وجودها في هذا المجلس كما قلت إلي ديسكاليفي ديجا سا بريزونس إلي ديسكاليفي بار لا رياليتي دو تيران. Il est disqualifié aussi par les différents rapports des rapporteurs spéciaux. Oui. Par exemple, on ne peut pas, نقدروش نفتخروا بوجودنا في مجلس حقوق الإنسان وفي المقابل نرفض زيارة لمقرر خاص لحرية التعبير ولحرية التجمع وتكوين الجمعيات. دونك هناك تناقض كبير. لا يمكن أن نفتخر بوجود الجزائر في هذا المجلس، وأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كل مرة تنادي الحكومة الجزائرية باحترام الحريات وبإطلاق سراح سجناء معتقلي الرأي وباحترام معاهدات دولية التي وقعتها الجزائر. إذن هذا يعود إلى التسيير البيروقراطي لهيئة الأمم المتحدة. بطبيعة الحال هناك كما قلت هيمنة وهناك تسيير بيروقراطي، ولكن المهم بالنسبة لنا أن الواقع أن هناك مقررين خواص يعملون بكل حرية دون تضييق من طرف أي ممثل للدولة. فواقع الحريات اليوم نرى هناك الجزائريين يسجنون، هناك أحزاب سياسية لا يمكن أن تقوم ممنوعة من تنظيم لقاءات كمثلا
مثلا مثال حزب الار تي دي، هناك متابعات سياسيه وحل للاحزاب كالحزب البي اس بي، وايضا حل جمعيات كجمعيه راج من اجل عملهم، سواء كان عملهم السياسي او عملهم الجمعوي. اذا اليوم الحكومه الجزائريه يجب ان تقف، ان تتوقف من الهروب الى الامام والى الحلول الترقيعيه، وتدرك ان حمايه الحريات وحمايه حقوق الانسان في الجزائر يخدم الدوله، يخدم الديمقراطيه في الجزائر وليس العكس. نريد جزائر لكل الجزائريين، جزائر التي تضمن التعبير، حريه التعبير لكل الجزائريين بطريقه سلميه، واحترام الاختلاف واحترام التعدديه. لا يمكن أن نبني، أن نعود إلى فكرة الحزب الواحد، هناك رؤية واحدة، تفكير واحد، قناة واحدة، فالجزائر هذا يتناقض تماما مع الديمقراطية التي مات من أجلها الكثير من الجزائريات والجزائريين. اليوم مثلا هي ذكرى اغتيال إسماعيل يفصح، الصحفي إسماعيل يفصح الذي مات، ولكن يجب أن نعمل من أجل أن تكون هناك حرية صحفية، حرية صحافة حقيقية في الميدان. فلا يجب أن ننسى ضحايا أكتوبر 88، ولا يجب أن ننسى المئات من الآلاف الجزائريين الذين ماتوا أثناء الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطني من أجل بناء دولة ديمقراطية حقيقية مبنية على مؤسسات شرعية تعكس الإرادة الشعبية. هذه المؤسسات تحمي الحريات وتحمي حقوق كل الجزائريات والجزائريين باختلافهم في الآراء. الاختلاف في الآراء، الانتقاد، هو حق دستوري، هو حق إنساني بشري قبل أن يكون دستوري. إذن على الحكومة، على السلطة في الجزائر أن تدرك أن هذه السياسة التي تبعتها خاصة بعد الحراك لا تخدم الجزائر أمة، دولة، وشعبا، ومؤسسات، وحتى كسلطة. هي كسلطة لا، الاستمرار في هذا التسيير لا يخدمها، لأن الشعب الجزائري لم يبدأ نضاله من أجل الحرية والديمقراطية في فبراير 2019، ولم يتوقف أيضا في 2022. اغتنام هذه الفرصة من أجل فتح مسار ديمقراطي حقيقي يعيد للشعب الجزائري حريته وحقوقه. أكيد. شكرا عبد الوهاب فرساوي على المداخلة تاعك، إن شاء الله يعني تكون لك مداخلة واحد أخرين معنا. شكرا لك. شكرا. والله يعني عبد الوهاب فرساوي في كلامه يقول أنه يعني المشاركة أو تواجد الجزائر بمجلس حقوق الإنسان لا يعكس الوضعية الحالية لحقوق الإنسان التي تعيشها الجزائر. دونك انتم اللي راكم تتبعوا فينا. إلا حبيتوا تشاركونا في موضوع اليوم، حكم الإعدام للصحفي أو ضد الصحفي عبد السمار والجزائر في مجلس حقوق الإنسان، ما عليكم غير تتصلوا بنا على 077-77-68-80. نروحوا فاصل الموسيقى ونعود نقول لكم. للتذكير يعني اليوم تمر 29 سنة على اغتيال يعني إسماعيل يفصح الصحفي، يعني في لابيريود تاع العشرية السوداء الصحفيين كتر يعني بزاف اللي راحوا ضحايا تلك العشرية تلك الأزمة. واليوم في 2022 الصحفيين راهم حاليا أمام يعني أروقة العدالة، على رأسهم الصحفي مولوج، وين يعني قلناها مقبل النيابة تلتمس 10 سنوات إلى 15 سنة سجن. وكان يعني الموضوع تاع اليوم الحكم على عبد السمار بالإعدام، والجزائر تنتمي إلى مجلس حقوق الإنسان. يعني عبد السمار للتذكير فقط، محكمة الجنايات بالدار البيضاء تصدر حكم الإعدام، اللي هو كما قلت لكم في البداية زميلتي صنيع أن الحكم توقف الإصدار عنه
منذ سنة 1993 ما كانش تطبيقه. بعد اليوم رانا نشوفه يعني مازالوا القضاة يصدرونه. يعني ماذا بينا حاولنا الاتصال يعني بفاطمة أصدق اللي مالوريزمون تأسفت ما تقدرش تكون معنا باش تفهمنا يعني على هذا الحكم وكيفاش يتصدر، لماذا تم توقيفه وعلاش مازالوا ينطقوا به. ان شاء الله يكونوا معنا أخصائيين اللي يفهمونا في هذا الموضوع، وانتم اللي راكم تبعوا فينا إلى عندكم أي معلومة فيما يخص هذا الموضوع ما عليكم غير تتصلوا بنا على 077-76-98. في يعني على موقع العربي 21 صدر اليوم مقال فيه انتقدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واعتبرت ذلك موقفا سلبيا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان التابع لها، بالنظر إلى ما قالت إنه سجل من الانتهاكات الحقوقية في تاريخ الجزائر. وطلبت منظمة شعاع التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان لها اليوم يعني من الموقع العربي 21 عندها يعني نسخة منه، أعضاء مجلس حقوق الإنسان أن يكونوا ملتزمين حقا بتحسين حقوق الإنسان وأن يضغطوا من أجل أن تحترم الجزائر المثل التي يقوم عليها المجلس. يعني كذا انتقاد تاع منظمة شعاع لحقوق الإنسان لعضوية الجزائر في يعني او بداو يبانوا دي كريتيك. هذا سي اون انفو اللي خرجت اليوم. اكزاكتومون انا قريت ثاني في واحد الارتيكل قال لك باللي يعني الانتخاب يتم على الموقع الجغرافي، ما عندوش علاقه بحقوق الانسان ولا السياسه المتبعه من هذيك البلاد. دونك ما على بالناش كيفاش لي كريتير اللي يديروهم باش يكون هنالك انتخاب. دونك معنا خلف بن حدا تكوبات. دونك نعود الاتصال بخلاف بن حدا. دونك زميلتي في إطار أيضا هذا الانتخاب، هنالك في المجلس هنالك 47 عضو يعني ينتخب لمدة 3 سنوات، يمنح فيها 13 مقعد للدول الإفريقية، 13 مقعد للدول الأسيوية، 8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية، 7 مقاعد لدول غرب أوروبا، و 6 مقاعد للدول شرق أوروبا. يعني كاين أيضا قريت تاني واحد الارتيكل تاع واحد الزميل حاولت الاتصال به ما هضرناش، دار ان ارتيكل على هذه مالوريزمون ما قدرش يكون. نروحوا ندوا المكالمة قبل ما تسكوبا. الو 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 مرحبا بك خلاب. مساء الخير عليكم. صباح النور خلاب بن حدا، واش رايك؟ الحمد لله. نوتر فوا في بلاطو مان الساكتين، شرف لينا خلاف. ربي يحفظكم، شرف لي ثاني معكم على راديو ام صافي بليزر، وسلامي لكل المستمعين. يسلمك خلاف. واش رايك في حكم الصادر ضد صحفي عبد السمار، الحكم اللي صدر عليها بالاعدام، وايضا يعني قراءتك لانتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق الانسان؟ هنا اولا رانا في ازمه حقيقيه الان. انا متواجد في 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 التريبيونال تاع دار البيضاء، اين يحاكم اليوم الصحفي محمد مولود. يعني كارثه حقيقيه في الحقيقه، يعني بلا ما نعلقوا على احكام العداله ولا سريه التحقيق، ولكن هناك تجاوزات كبيره جدا اثرها المحامون. لما نسمعوا المحامين واش في المرافعه تاعهم، تجاوزات في كل المستويات، كارثه حقيقيه. كيف صحفي يقوم بعمله، لم يقم بعمله، كان ينوي ان يقوم بعمله. محمد مولوج كان ينوي ان يقوم بعمل بتحقيق صحفي حول اغنيه إيديرا بابينوفا، فكان حاد يسال احد المعارضين في الجزائر، فهذا هذه النيه فقط هي المترجمه ب يعني الى دوموندي باش يدير حوار مع معارض، يلقى روحه في الحبس مده 13 شهر راهو في السجن، والنيابه التي طلبت في التماساتها ب 10 سنوات سجن. يعني كارثه حقيقيه حقيقه. فرونشمون سي تيغي سكي نوز اريف.
فنعيش أظن أن نعيش أسوأ فترة في الجزائر المستقلة من ناحية حرية الصحافة والديمقراطية. وفيما يخص عبد السمار كارثة أيضا، لأنه في نفس المحكمة تمت إدانته بالمؤبد أو تأكويد. أظن أن عبد السمار نحبوه ولا نكرهوه، هو هو صحفي يقوم بعمل صحفي استقصائي. يعني كان ملف تاعو مع ملف سوناطراك، يعني حتى اللي كان يعطي له المعلومات مش يعطي له المعلومات، يعني يعطي له في المعلومات واش راهو صاري، حكموا عليه 10 سنوات حتى ايضا. يعني من مهمة الصحفي كي يمدوا له المعلومات ينشرها. علاش تعطي لي المعلومات؟ تعطي المعلومات راني صحفي باش ننشر عبد الصمار قام بنشر تحقيق ومعلومات صحيحه. يعني ادينا لم تكن الادانه لانه كان جاب معلومات غلطه ولا خاطئه ولا تفوت زانفو نو لا ايتي كونداني باسكي لا رابورتي لا رابورتي وي باسكو لا رابورتي لا فو با سي با باسكو والله جاب اخبار كاذبه ومغرضه. الوغ كو التهمه طيح لما تصدق يعني المعلومات واللي صحيحه، يعني فوالا لو فات كو المعلومه صحيحه التهمه تسقط. اكزاكتومون نورمالمون، ولهذا يعني بيرسونالمون مو شي سوليدير مع عبد السمار، لان مهما يقول بعض الزملاء ماهوش صحفي ها وكذا، ما فهمتش انا هذه مسموش راهو صحفي استقصائي يقوم بعمل في اليوتيوبر هادو، اظن الوحيد اللي هو صحفي يقوم بنقل المعلومات تحقيقات. ما فهمتش انا منين يجيبها ولا المصادر تاع اي صحفي، ما فهمتش انا علاش نسقسي ولا علاش نلقاو انورمال كو يجيب معلومات داخل دوائر السلطة وشطر جيب معلومة وراء المشكل. أظن أنه تعدي آخر على الصحافة وتعدي آخر على الديمقراطية وحرية التعبير في الجزائر. وفي يعني قراءتك لانتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان؟ والله انتخاب عيسى حمون ليس كذلك. لا ليس عيسى رحمون، يعني الجزائر عضو في مجلس حقوق الانسان بهيئه الامم المتحده. سان شوز با غون شوز، لانه الجزائر مثلا راهي عضو في حقوق الانسان اليوم، وراهي عضو في الكثير من المنظمات من الكثير من المؤسسات الدوليه، ولكن ليس لها اي صدى حول المواطن الجزائر، حول الديمقراطية في الجزائر، حول حقوق الإنسان في الجزائر. فما الفائدة أن تكون عضو في مجلس حقوق الإنسان وحقوق الإنسان تنتهك في الجزائر؟ وهذا المجلس باش نكونوا صراحة بينا خضرة فوق طعام، ما عنده ما يدير او كونترير، بيسك عضو في بيسك الجزائر عضو ما يقدرش غدوة يمدد واش يصرا في الجزائر ان كان هناك تعدي على حقوق الانسان. الجزائر عضو في كل هذا المجالس العالميه ولكن بدون فائده. لما نشوف صحفيين في السجون، رجال رؤساء احزاب ومواطنين هكذا بسطاء في السجن بتهم، فرانشمون ما نشوفش يعني واش الفائده اللي تكون الجزائر عضو في حقوق الانسان. الكونتخير هذا يساعد السلطه، لان السلطه كلمة زوج تقول لك ها وانا مع الهيئات الدوليه ومع المجالس الدوليه، تقول لهم ها نيتي صادقه راني معاكم راني عضو في مجلس حقوق الانسان، كيف لي ان اخرق حقوق الانسان وانا عضو في حقوق الانسان؟ اوكي كاين خروقات في مجلس حقوق الانسان، كاين خروقات عديده. كي لما تشوف في المحاكمات محاكمات المناضلين والصحفيين والسياسيين، والله ليس فقط يعني كونها يعني كعضو، ايضا يعني كان هناك اتفاقيات دوليه سنيت عليهم لذا كاين اتفاقيات من يعني منذ الازل. الجزائر وقعت اتفاقيات دوليه حول حريه التعبير، حول الديمقراطيه، حول حقوق الانسان، لازم تلتزم بها. هناك انتهاكات، هناك انتهاكات في حقوق الانسان. لما نشوف صحفي في السجن كما مولود، كما سعيد بودور راهو مازال متابع، مصطفى بن جامع في عنابه راهو كل يوم يجوز في
في المحاكمات اكثر ما يجوز. انت ايضا عندك يعني قضيه خلف بحضر. انا عندي قضيه من 6 سنوات 4 سنوات 6 سنوات افيك ياسين يعني محروم من مغادره التراب الوطني. لا ما فهمتش انا بليزيو فوا 3 سنين مخلي لا ريداكسيون مخلي قاعه التحرير كل يوم ثلاثاء باش نروح نوقع في السجن في المحكمه محكمه سيدي محمد. واش من حقوق الانسان ولا واش من منظمات حقوق الانسان يعني ما عندها اي صدى، لان بمجرد ان تكون الجزائر عضو فيها يعني طبيعيا نورمالمون لوجيكمون لما الجزائر توقع مع هذه مع اتفاقيه مع مجلس حقوق الانسان معناتها يمنع عليها انتهاك حقوق الانسان. واش معناتها انتهاك حقوق الانسان؟ معناتها تكون عداله مستقله، تكون حريه الصحافه، تكون ديمقراطيه، تكون حريه التعبير، وليس ما عندناش كاع هذوما يعني كيفاش يكون يعني هذا مجرد ذر للرماد في العيون كما يقول. يعطيك الصحة خلاف الحدة، شكرا على المشاركة. شكرا وتحياتي لكم وحظ موفق. شكرا. إذا يعني للتذكير فقط أن الجزائر وقعت على الكثير من الاتفاقيات الدولية وهي ملزمة بتطبيق كل ما جاء يعني من وش جاء في الاتفاقيات فيما يخص حقوق الإنسان وغيرها، وأنه يعني العضوية أيضا كيفاش ما على باليش انا كومون سا سباس يعني حتى العضويه قالك بلي يكونوا حسب المعلومات اللي عندي دونك تنتخب البلد ينتخب فيه 178 الجزائر حصدت كما قلت في البدايه 178 عضو لمده 3 سنوات ولكن الانتخاب يكون وفقا للتوزيع الجغرافي. اذا كل اللي راهو يشاهد فينا وحب يشاركنا في موضوعنا لنهار اليوم على غير يتصل بنا على 0777766098 نروحوا الى فاصل موسيقي ونقولوا لكم. إذا دائما فيما يخص موضوعنا لنهار اليوم حول حكم الإعدام للصحفي عبدو سمار والجزائر في مجلس حقوق الإنسان معنا مكالمة. ألو 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 عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك جلالي بن جلالي محمد. جلالي محمد الله يسلمك. اهلا وسهلا. اول مره في بلاطو مارنيش ساكتين. اول مره مع راديو ام. وان شاء الله ماشي اخر مره. ان شاء الله ما تكونش اخر مره يعني بن جلالي. نتمناو. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. للتذكير فقط بن جلالي ناشط سياسي وكان احد المترشحين للرئاسيات السابقه 2019 في مناسبتين 18 افريل و 12 ديسمبر 2019. هي خلاص ندخلوها بوليتيك بن جدالي، يعني واش رايك في الحكم الصادر ضد عبدو سمار يعني الصحفي عبدو سمار في محكمة الدار البيضاء وين أصدر الحكم غيابيا بالإعدام؟ في الحقيقة يعني إذا قلنا العقوبة قاسية جدا يعني في حق هذا الصحفي باعتبارها يعني باعتبارها أقصى عقوبة في قانون العقوبات. ثم ان يعني باعتبار ان الجزائر قويه بشعبها يعني الشعب العظيم الذي قدم يعني العالم اكبر اعظم ثوره عرفها التاريخ المعاصر. الجزائر باعتبارها قويه يعني القوي هو الذي يعفو. الجزائر تعفو على مواطنيها ان اخطاوا ولما لا يعني يستفيد هذا الصحفي من العفو. ثم يعني الشعب الجزائري الحمد لله أبهر العالم في مسيرة 22 فبراير الذي كان يطمح إلى بناء دولة قوية يعني ولا وضع الجزائر في المستوى الذي يليق بها بين الأمم. بعدما يعني إحنا كمترشحين الانتخابات الرئاسية لسنا راضون على المستوى الذي يعني توجد فيه الجزائر، يعني نحب تكون في مستوى يعني أحسن بين الأمم. ولهذا يعني اظن ان يعني وان اخطا هذا الصحفي او تجاوز يعني الحدود ما يسمح به القانون في بلادنا الجزائر يعني تضم مواطنيها وتعفو عنهم. ولا ننسى ان يعني هناك من اجرم في حق الشعب الجزائري في سنوات الفتنه سنوات التسعينات وجاء يعني قانون المصالحه والوئام
ويعني المبادرات ويعني تم العفو عنهم. وحتى يعني بومدين يعني في رئيس الأسبق أحمد بن بلة يعني تعرض يعني اتهم بالخيانة العظمى، ثم تدخل بومدين ومنع محاكمته لأنه قال بأن المحاكمة ستؤدي به إلى الإعدام، ويعني تم العفو عنه بطريقة أو بأخرى. إلا أن يعني رئيس أحمد بن بلة رحمه الله عاش أكثر من 90 سنة. نحن نتمنى يعني كل صحفيين جزائريين أو النشطاء أو المناضلين الجزائريين يعني ما يدفعهم إلى يعني هذه الأخطاء هي حب الوطن والاندفاع والغيرة على الوطن، لكن وللأسف يعني يقعون يعني في بعض الأخطاء في مواجهة السلطة أو النظام ويتجاوزون يعني القانون، بينما نحن بصفتنا يعني نعتقد أننا النخبة، نعتقد أنفسنا أننا النخبة التي يجب أن تقود هذا الشعب أو البلاد إلى المستوى الذي يليق بنا. يعني ننصح هذا النشطاء السياسيين سواء في الداخل أو في الخارج أن يتحلوا بالحكمة والبصيرة والبعد النظر، وأن يبذلوا جهودهم فيما ينفع وما يخدم مصلحة الوطن. ولما لا يعني الانخراط في عمل سياسي جاد الذي بدأناه ب 22 فبراير بدأناه في الشارع من أجل لا نقول التغيير ولكن السمو ببلدنا إلى مصاف الدول القوية المتطورة في كل مجالات. بن جلالي في اليد يعني بحديثك عن التحاليل البصيرة والنظيرة، اليوم نشوف الجزائر عضو في مجلس حقوق الإنسان، ما هو تعليقك على ذلك؟ يعني الحمد لله يعني الجزائر منذ 1962 هي في المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة وحتى في نجدها في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولا حتى منظمة الوحدة الإفريقية، إلا أن الأداء يعني حتى يكون الصدى أو الأداء إيجابي ومؤثر في العالم أجمع يجب أن تكون دولة قوية. نحن نطمح إلى بناء دولة قوية يمكن يسمع صوتها ويكون تأثيرها في العالم الذي لا مكان فيه للضعفاء. لا مكان فيه، أقول وأعيد، لا مكان فيه لضعفاء. ولهذا يجب علينا أولا أن نبني جزائر قوية بأتم معنى الكلمة، ولما لا نضع الجزائر بين أقوى 25 اقتصادات العالم. عندما نصل إلى هذا المستوى ستكون كلمة الجزائر مسموعة في حقوق الإنسان وفي منظمة الأمم المتحدة وفي كل منظمة دولية، ويكون الصدى يعني في جميع أنحاء العالم. بينما عندما تكون الدولة يعني ضعيفة ومن خاصة دول متخلفة دول العالم الثالث يعني لا يتجاوز الصدى يعني حدود الجزائر، وهذا ما نطمح إليه يعني أن تكون الجزائر في المستوى الذي يليق بها. بن جلالي يعني حبيت سؤال آخر برك بن جلالي موحند، يعني حسب تصريحاتك هل يعني تواجد الجزائر بمجلس حقوق الإنسان يعكس الوضعية الحالية لحقوق الإنسان التي نعيشها؟ يعني يعني أنا بصراحة يعني لست متعمقا في هذا الموضوع حقوق الإنسان، وبصفة عامة يعني إذا قلنا يعني حقوق الإنسان في الجزائر يعني في المستوى المتوسط، لسنا يعني كالدول المتطورة التي سبقتنا بأشواط، ولكن نطمح إلى يعني إلى بلوغ هذا المستوى بالعمل في كل الميادين. ولما لا يعني المواطن الجزائري يجب أن يشارك في هذا التوجه بكل الوسائل، بالجمعيات، بالكتابة، وهذا يعني ما الحريات يعني نتمناو يعني تكون كاينة الحريات من الاستفادة من الأفكار الموجودة عند المواطنين الجزائريين الذين نراهم يبدعون عندما يخرجون من حدود الوطن، بينما الإبداع يبقى داخل الوطن يعني متوقفا ولا نرى الإبداع في حدود الوطن. المواطن الجزائري والنخبة الجزائرة عندما تخرج من حدود الوطن نرى يعني العجائب، والحمد لله.
فازي زميل سي بون. شكرا بن جيلالي موحند على مداخلتك، ان شاء الله يعني ما تكونش اخر مره. والسلام عليكم. اهلا وسهلا والسلام عليكم. اوكي ميرسي بوكو. يعني فوالا تختلف الاراء وتختلف المواقف، دونك انتم اللي راكم تتابعوا فينا. الى حبيتوا تشاركونا في موضوع اليوم ما عليكم غير تتصلوا بنا على 0777766098. نروحوا فاصل موسيقي ونعود نقولوا لكم. دائما في موضوع اليوم حكم الإعدام للصحفي عبدو سمار والجزائر في مجلس حقوق الإنسان. دونك انتم اللي تبعوا فينا ما لكم غير تكونسونترو معنا وتعيطونا باش تشاركونا بأراءكم في موضوع اليوم. دونك بدون إطالة معنا الزميلة أسماء لاكرونيك السونتي إبيانات. مرحبا بك أسماء. الله يسلمك. ما كانش اليوم جنكل ليكيب تكنيك وراء جنكل ولا ما كانشو خلاص ندخل ديريكت. مرحبا بك اسماء. الله يسلمك. ميرسي بوكو. اليوم نزيدو نهضر لكم على اكتوبر روز ايتون دوني كسي تو كامل مو اكتوبر اي لي ديدي على سنسيبيليزاسيون او كانسير دو سان اي دي مالادي فيمينين. اليوم نهضر لكم المره اللي فاتت دون فوزا دوني دي كونساي سومير على تو سكي كانسير دو سان. هذه المره نهضر لكم سبيسيالمون على لاليمونتاسيون. دونك نعطي لكم دي كونساي ان فيت دي زاليمون كي كوت با دو تو شير où Huma vraiment il contribue à la préservation du cancer du sein. Par exemple, l'huile d'olive, حاجه simple, ماشي غاليه بزاف, نصيبوها لي très très disponible. Selon une étude espagnole publiée en 2015, les femmes qui suivaient un régime méditerranéen, voilà, et consommaient en complément 4 cuillères de soupe d'huile d'olive pressée à froid par jour, présenter 62% moins de risque d'être diagnostiqué du cancer du sein. Et voilà, il parle que le régime méditerranéen parce qu'il est vraiment connu par une alimentation saine, par les fruits, les légumes, les huiles, les tout ce qui est noix. C'est pour ça que vous voyez, donc il nous préserve de au moins 62%. Le fait de prendre de l'huile d'olive pressée à froid, ça vous dit vraiment pressée à froid. Il faut lire l'emballage. Est-ce que c'est de l'huile d'olive pressée à froid ou la pressée à chaud? En général, c'est écrit en grand parce que le consommateur ou la yarf, c'est quoi la différence. Donc voilà, il y a l'huile d'olive. Déjà, on va la rajouter à notre alimentation. Kayin la tomate. La tomate, on est un pays très très riche en tomates. Alors, c'est une étude aussi américaine qui est parue en 2014. Elle a montré qu'adopter une alimentation riche en tomates, en fait, il y a surtout d'au moins 25 grammes par jour de lycopène. Lycopène, c'est le composé de la tomate qui donne la couleur rouge. Chez les femmes postménopausées, permettrait de réduire le risque de cancer grâce à une augmentation de la concentration de lycopène. Donc voilà, la tomate hneya, on la consomme tout le maintenant elle a plus de saison la tomate, صيف ولا شتاء, il y a toujours de la tomate. Donc واحد bon bien sûr il préfère de le manger la saison تاعها que hors saison, mais dans le cas qui m'aïrolo, on peut se permettre de la manger toute l'année. Donc faire des cures, c'est excellent et ça préserve. On a aussi la grenade. Bon, la grenade suéralia, c'est pas un chic qui m'a de la tomate. La grenade suéralia, elle est très très, elle est très riche en antioxydants. Donc vous pouvez vraiment faire des cures de tomates, ça préserve vraiment vraiment du développement du cancer du sein. On a aussi du brocoli. Le brocoli, bon, on a mangé, je vous ai fait le légume. C'est bon en général congelé. Oui, c'est beau de, par exemple, rayon frais, c'est beau toujours du poisson surgelé, c'est beau toujours des pousses de brocoli. Et donc, c'est excellent. En plus, ils sont congelés, ils sont surgelés, ils sont excellents pour la santé parce qu'ils gardent bien leurs bienfaits. Donc voilà, le brocoli, vous le mangez avec une petite tibo, c'est simple, et tibo avec vous l'assaisonnez avec une toute petite mayonnaise ou plutôt vinaigrette, huile d'olive et vinaigre. Et voilà, et vous le consommez, c'est excellent pour la santé. Alors, il y a d'autres aussi, on n'a pas trop le temps pour la chronique, mais je vais vous donner sommairement les autres aliments. La carotte aussi, elle est excellente pour se préserver contre le cancer du sein.
كاين aussi les céréales عندكم l'avoine le lin la graine de quia هادو كامل c'est des fibres qui sont vraiment qui vous aidera vraiment à vous préserver contre les maladies féminines et plus particulièrement le cancer du sein voilà merci beaucoup merci, merci. Donc كنت مع لا كرونيك تاع اسماء santé et bien-être c'était dédié le mois rose octobre rose concernant le cancer du sein n'oubliez pas il faut faire attention et il faut consulter voilà دونك نقولوا الموضوعنا تاع نهار اليوم اللي هو فيما يخص يعني حكم الاعدام للصحفي عبد السمار وايضا وجود تواجد الجزائر كعضو في مجلس الحقوق نروحوا نستقبلوا مكالمه الو مرحبا بك سعيد صالحي الو مساء الخير عليكم مساء النور سعيد صالحي مستمعين راديو ان مساء الخير عليكم يسلمك سعيد صالحي انك هو نائب رئيس الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان سؤالنا لك نروح لك ديريكتومون فيما يخص يعني تواجد الجزائر كعضو في مجلس حقوق الانسان هاد يعني تواجدها هذا يا تخدم مصلحه من صالح اولا يعني فيما يخص هذه الاليه يعني مجلس حقوق الانسان هي اليه امميه يعني تتكون من ممثلين يعني الحكومات والدول يعني كل الدول اعضاء الامم المتحده يعني حقيقه في شهر اكتوبر في شهر يعني هذا اكتوبر الفارط يعني في 16 اكتوبر الجزائر يعني تم ترشيحها كعضو في مجلس حقوق الانسان يعني تمثل نقول القاره الافريقيه بين اربع دول يعني للتوضيح فقط انه يعني في فيما يخص الجزائر ودول افريقيا لم يكن هناك انتخابات لانه يعني كان هناك يعني اربع دول لاربع مقاعد يعني نقول وهذا يعني بين نقائص يعني كل هذه الاليات وكل يعني يعني الاليه يعني المنظومه الامميه بصفه عامه ولكن انا نقول يعني ما يفش اول مره ان الجزائر يعني كانت في هذا مجلس حقوق الانسان. السؤال اللي تطرح اليوم هو يعني نقول يعني وهذا لا يخص فقط الجزائر ويخص يعني بلدان يعني يعني بلدان اخرين يعني يكونوا يعني نقول يعني يتسابقوا باش يكونوا يعني في مجلس حقوق الانسان ويعني من جانب اخر انهم يعني لا يحترمون حقوق الانسان ويعني كل ما يعني يقوموا به يتناقض مع يعني التزاماتهم اولا فيما يخص يعني ترقيه وحمايه حقوق الانسان وثانيا يعني فيما يخص يعني تفعيل هذه الاليات والتفاعل مع الاليات الامميه بصفه عامه هذا هو التناقض يعني حبينا نتكلموا عليه في اليوم يعني سعيد صالحي راك تسمع فينا الو يعني هل يعني التواجد الجزائري يعكس وضعيه حقوق الانسان اللي نعيشوها رانا اليوم يعني نشوفوا كما يقولوا محاكمه الصحفي مولوج وين النيابه تلتمس له من 10 الى 15 سنه شفنا ايضا بمحكمه الدار البيضاء اصدار حكم كما يقولوا يعني الاعدام ضد الصحفي عبد السمار مهما اختلفت الاراء مهما اختلفت يعني الايديولوجي ولكن حكم الاعدام يبقى يعني سيمبان تريلور يعني تصدر في حق إنسان حقيقة أنا قلت هذا هو التناقض وهذا هو يعني نقول يعني الدوبل وانجاج وين يعني من جهة يعني على المستوى نقول يعني الأممي والدولي الجزائر يعني تحاول كيفاش يعني تبين ولا تلمع صورتها يعني على المستوى الأممي على مستوى يعني الرأي العام الدولي وفي المستوى الداخلي الجزائر تفعل يعني تقوم كل شيء باش تغلق أولا تغلق كل فضاءات وتغلق يعني كل أفواه ويعني تقوم يعني بالتعتيم إعلامي يعني فظيع ويعني حتى الناس اللي يعني يتكلموا اليوم راهم يواجهوا يعني اتهامات خطيره متابعه قضائيه يعني جد خطيره منهم صحفيين يعني انت تكلمت عن صحفيين مولوج وعبد السمار اليوم يعني يواجهوا اتهامات خطيره وقاسيه يعني اتهام يعني محاكمه صحفي بالاعدام يعني هذا يعني حتى يعني في الدكتاتوريات يعني السنوات والقول العقود الفارطه ما صراتش اليوم الجزائر يعني تعطي يعني وجه نقول يعني وجه يعني نقول يعني فيما يخص يعني حقوق الانسان وهذا هو يعني هذا هو التناقض يعني اللي
يخص يعني التزامات ومواقف يعني الدولة الجزائرية. اليوم يعني احنا يعني نستغربوا وجود دول مثل يعني كنت نتكلم على الحكومات يعني ونتكلم يعني على السلطة يعني في هذه الآليات الأممية دورها الأساسي هو حماية حقوق الإنسان وتفعيل يعني كل يعني الآليات لحماية المدافعين حقوق الإنسان الصحفيين يعني تفعيل كل ضمانات وكل حقوق. واليوم يعني ما تقوم به السلطة الجزائرية في الجزائر يعني يتناقض تماما مع التزاماتها، سواء التزاماتها يعني فيما يخص المعاهدة الدولية يعني صادقت عليها، وحتى يعني التفاعل مع المنظمات يعني المنظومة الأممية، وآخرها شفنا يعني كيف الجزائر يعني تهربت أمام يعني زيارة المقرر الأممي يعني للحقوق للحق يعني للحريات التجمع الحريات يعني التظاهر يعني في آخر لحظة الجزائر يعني نقول يعني لقات زعما يعني يعني دونك لا ريبورتي سبيسيال دو لونو اي سا اي سا سا ريليف سا ريليف ان بو موفيز فولونتي دو بوفوار الجزائريان. يعني اليوم البوفوار الجزائريان يجو ان دوبل لونكاج يجو جوستمون يعني نقول يعني le deux poids deux mesures يعني au niveau international on le voit en train justement de se précipiter pour occuper des postes pas seulement au Conseil des droits humains mais aussi au Conseil de sécurité. On voit de l'ONU bien sûr, on voit toute la campagne qui a été justement menée pour l'Algérie à l'international pour soi-disant voilà redorer le blason de l'Algérie, soi-disant donner une image acceptable sur la situation des droits humains, alors que sur le plan interne le bilan est tellement chaotique sur toutes les questions relatives aux droits humains, que ce soit par rapport aux journalistes, aux défenseurs, aux organisations, aux partis politiques. On a vu ces jours-ci l'interdiction des universités, l'interdiction d'activités, dissolution de partis, d'associations, des jugements inéquitables yani, qui sont en contradiction totale avec le norme d'un procès équitable. Et on le voit aujourd'hui, notamment la poursuite des militants et des teams d'opinion pour des chefs d'inculpation graves, notamment de terrorisme. Nous n'avons pas cessé justement d'interpeller le gouvernement d'abord au respect de ses engagements au niveau international et à l'arrêt de la répression. Cette escalade-là qui s'exerce aujourd'hui sur les militants, sur les défenseurs, sur les activistes de tout bord et de toute sensibilité est inacceptable. Est inacceptable aujourd'hui. Les Algériens qui ont d'autant qu'on a hier on a célébré le 17 octobre car les Algériens depuis يعني نقول يعني الشهداء توالي يعني ضحاوا من اجل الحريه. اليوم يعني les Algériens ils sont en train de perdre cette liberté de jour en jour et de payer encore un tribut très cher, notamment tous les amis, tous les militants qui se trouvent aujourd'hui derrière les barreaux. يعطيك الصحة سعيد صالحي على المشاركة تاعك وعلى كل ما قدمتهم. شكرا سعيد. فوالا يعني سعيد الصالحي النائب الرابط الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان حسب تصريحات يعني تحصر كثير على واقع حقوق الإنسان بالجزائر. دونك قال لك يا يو 4 بي اللي حطوا يعني المشاركه تاعهم ولي 4 بي ابارامون اللي امبورتي عليك يعني ماشي كيف على حسب المعلومات اللي عطاونا في لابياس. دونك ان توكا لكل اللي راهو يشاهد فينا وحب يشاركنا الموضوع يناقشنا موضوعنا تاع نهار اليوم اللي غير يتصل بنا على 0777 76 98. نروحوا الى فاصل موسيقي ونقول لكم دائما في موضوع اليوم حكم الإعدام ضد الصحفي عبد السمار والجزائر في مجلس حقوق الإنسان. يعني لتذكير فقط اليوم 29 سنة تمر على اغتيال الصحفي يعني اسماعيل يفصح. كما في البداية كنت ناظر على واحد الارتيكل دارو زميل قدور شويشة من وهران يعني وين أهضر ولا يعني بتعمق حول مشاركة الجزائر في هذا المجلس وطريقة انتخابها العمل اللي راح تقوم به. ويعني سي ان ارتيكل وين ندعي متتبعي ومتابعات راديو ام يقراوه. اتصلت به شخصيا باش يكون معنا. مالوريزمون عنده ديزامباشمون في الجامعه. وكاين ايضا عبد الصمار ما قدرناش يكون معنا, اتصلنا به مالوريزمون ما قدرش يكون معنا. دونك معنا مكالمه. الو
الو الو الو مرحبا بك محمد. السلام عليكم. الزفلون محمد من امريكا، مرحبا بك. واش راهي امريكا؟ واش راهي امريكا؟ والله راهي طيب الحمد لله. يعني ما يخصكم والو. نعم ما يخصكم والو تما. ما يخص والو، كاين حريه التعبير، كاين عندكم الاسانس، عندكم الغاز، عندكم الزيت، عندكم الحليب. عندنا كلش، عندنا كلش. اي خلاصي ما لا تهلا في روحك ونتلقى في حصه واحده اخرى. طفنا شويه تاع لي بروبليم جينا. اي نعطيكم شويه. محمد، اذا شفت الموضوع نتاع نهار اليوم هو يعني الحكم بالاعدام للصحفي عبدو صمار، وايضا تواجد الجزائر كعضو في مجلس حقوق الانسان، واش رايك في كل هذا؟ سيناريو نافوار هنا زعما يقولوا بلي يديروا زعما هما يسون زعما pour les droits de l'homme بصح ات اوبوزيت سي كونتر تي سي اون والله العظيم عبدو صمار عبدو صمار سي اون بيرسوناليتي يعني سي ان جورناليست زعما parmi les autres. كاين محمد مولو، كاين بزاف سي والله سي اون pour le pouvoir algérien. à chaque fois واش تخمم باش بلشي pour bénéficier زعما باش يفو يوتيليزي سي بيرسوناج باش يسكنوا البلاد. هما راحوا هما يروحوا يجيبوا هما يروحوا يجيبوا تاع المجاهدين هذوك تاع فرنسا، وهما يخلوا كاع الناس يروحوا سي باز سوليسيون. لا وي يغلقوا الجزائر يديروها حبس وخلاص. كومون سا الاعدام هذايا؟ كيفاش تقولوا واش شاكيلو هو اللي قتل هذوك اللي قتلوا اون سيري؟ كيف دير زعما عبدو؟ هي يعني كحكم بالاعدام صح ما يتطبقش، يدخل سجن مؤبد من بعد. ينطق فقط وي باسكو اون 93 حبسوه. دونك خرج غير في لا ديسيني نوار، من بعد دونك 93 حبسوه غراس يعني ادي زاكسيون اللي داروهم منظمات حقوقيين. من بعد بقي النطق به يعني ينطقوه بصح ما يطابليكاش سجن مؤبد من بعد. ولكن على لا كيستيون كيسبوز يعني الفات تنطق به اكزاكتومون فوالا. وفي قانون، في القانون موجود هو يعني ما تنحاش. سيتيون اونت نورمالمون يقولوا لا ولا عبد السمر ولا واش يقول صح ولا كذب. ودي اون فو سافوار. حنا هنايا في امريكان كي كان بريزيدون ترامب كي كان بريزيدون كاع لي جورناليست يقولوا باللي ترامب هدايا سي ان فولور. انا جو سوي ترامبي، انا نحب ترامب. ترامب هدايا سي ان فولور، ترامب هدايا ما يخلص لي تاكس، ما داهمش للحبس. ما كيف ما داهمش للحبس هما. ودوكا شحال من واحد راهم يكريتيكو في البريزيدون بايدن، ما داهمش للحبس. شحال كاع لي ريزو سوسيو لي جورناليست كاع يقولوا بلي بايدن ما دارش حاجه مليحه. حنا نقولوا لهم ما راكمش ديروا، هما يحب اون فو سافوار واش راه يقول عبدو صمار، اسكو سي فري و سي با فري، فوالا كيسكون فو سافوار. واش وعلى ماشي سي با واش وعلى دير له حكم بالاعدام؟ على بالك بلي عبدو صمار ما جاش كاع يجي البلاد خلاص. اسكو سي سوليسيون دو فير تي زونفون؟ اسكو انا جات لي واحد الفكره، بيسك هذاك كريم بنزيما وزيدان كي سي دي كابيل اللي ريبريزونت لا فرونس بيان سور، ماش نهضروا على هذايا. ولا قعدوا في الجزائر من هذوك يدوهم للحبس سي باسكو سي دي كابيل باسكو سي جو كومبرون با والله العظيم تي كومبرون با. كيف كي فون كيف كي سي والله ديرك في راسك تشيك تخمم هذوما. البارح كي يكونوا سي دي زالجيريان سي كل واحد واش يقول، واحد يقول اسلامي، واحد عربي، واحد والله نخمم هذوك اللي كانوا قاعدوا في البلاد بالك يولوا سي دي جورناليست ولا سي دي بوليتيسيان راهم في الحبس دوكا. والله غير نخمم والله جات لي الفكره هذه البارح، قلت لها هذوك اللي كانوا قاعدوا في البلاد يدوهم للحبس من هذوما. لو بريزون سي ني با اون سوليسيون، خلوا الناس خرجوا الناس. هذاك لو ناس حمزي بلوس دو 2 راهو في الحبس سي ايليغا. تروح انت تمثل ما تحشمش تروح دير في الكره تاعك في لي دروا دو لوم، انت راك دير تحكم بالتليفون، ديرهم للحبس كاع. تحب ولا ما تحبش لماك يفو تروفي دي سوليسيون. اعطينا يعني امثله على الاقتراحات اللي تقول باللي يفو تروفي دي سوليسيون. كيما واش يعني بالك صرخه الشاب من بلد مغترب بالك تكون ليها اذان صاغيه. واش من لي سوليسيون؟ يقعدوا في الطابله يقصروا هذوك اللي ربعوا هذاك واسمو هذاك النجل هذاك
92 سنه في عمره يروح لاروتريت، روح تخدموا الشباب، خدموا لازم يخدموا الشباب، لازم يقصروا مع انا في راسي انا كيف نخمم 80% دي الجزائريين ils sont contre le pouvoir. Est-ce que c'est une solution يكونوا كاع الشعب ميم انا نخمم ميم راسي لو كنت تجي الكره ما الشعب ما يروحش معاك. لا 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 ما نقدرش نسمحوا في البلاد تانكت سا والله ما نقدرش والله سي اون فاسون دو دير سي ما نقدرش مي كثير موراك تهرب فيهم يجوا من فرنسا انا نجي امريكا نروح للبلاد ندير الكره تجي كي تلحق الساعه هذيك كي تجي كي تلحق الساعه هذيك محمد والله غير تجي باسكو نيف اللي يهضر ان شاء الله ما تصراش ديجا كيف تخمم لازم تخمم هذاك النهار هما دوك راه يخمموا كاع في رواحتهم في البوفوار باش يقعدوا باش يدور للبترول ولا واش يديروا بعدين ما تخمم على واش تجيب هذاك والله غير خير. احنا قاعدين متفائلين ان شاء الله هانيك الامور تتسقم وتروح للاحسن. يعطيك الصحه محمد على المشاركه ديالك. ميرسي بوكو محمد. ميرسي يا صاحبي. ميرسي محمد. كاينه برك اميره حنيفي اللي راهي تتبع فينا، نقول لها بلي ما نسيناكش ماذا بينا يعني تعيطي وتشاركينا ثاني في الموضوع. دونك اللي عيطتنا لا دينيير فوا من مارسي واللي قالتنا بلي حابه تحرق من مارسي للجزائر، نقول لكم مرحبا بك، ما عندهم وين يدوك راك عندنا. اذا لكل اللي حاب يشاركنا في موضوعنا لنهار اليوم اللي غادي يتصل بنا على 07 70 77 62 200. نروحوا الى فاصل موسيقي ونقول لكم Fancy, DIY. Oh, oh no, oh no. Oh, hey. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. DIY. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. دائما في موضوع اليوم. دونك اميره ما على باليش الا عيطت ولا مازال ولا تبحر لها النيميرو نعاودوا لها 07 77 77 96 98. عيطي لنا برك وعطينا رايك هنايا باش يسمعوك العالم. معنا مكالمه سعيد بودور، معنا رفيق والزميل سعيد بودور. الحمد لله حكمناك سعيد. شكرا. مرحبا بك سعيد.
بلاطو بلاطوك سعيد، يعني قلت لك الحمد لله حكمناك. واش رايك واش راهي الصحة؟ بخير الحمد لله. سعيد واش رايك في حكم الصادر ضد صحفي عبد الصمار الحكم الإعدام؟ هو شيء والله، حتى لو كنا احنا متقبلين تعودنا على مثل هذه السلطه، ان السلطه في الجزائر ما تحترمش الصحافي، والسلطه في الجزائر ما تحبش اللي يقول لها انك مخطئه ولا يصوب لها الاخطاء تاعها ولا ينتقدها. حتى اخطر من هذا، السلطه حتى اصبحت تاكل الصحفيين اللي اختاروا ما بين قوسين مؤسساتهم مش اشخاص، المؤسسات هذه اللي اختارت انها تستفتق للسلطه. السلطه الان اصبحت تعاقب هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات ودون إدانة أو حكم مسبق على الزميل بالقاسم حوام الشروق، لأنه ما لازمش نوجه له هذا النوع من النقد وهو الآن في السجن. لكن اللوم يبقى على المؤسسات هذه اللي اختارت على أنها تصفق للسلطة، في آخر المطاف السلطة تعاقبها بإيداع الصحفي تاعها في السجن. وهذا يذكرني بسنة 2018 لما العقيد إسماعيل صاف المدير مجمع النهار أنيس رحماني وطلب منه انه يطلب من الصحفي اسماعيل رجدان باش يجي عنده للمكتب باش يحقق معاه. انيس رحماني تلفظ بواحد القول قال له هذا جندي تاعي وانا ما نعطيكش الجنود نتاعو، هذو جنود عندي. بمعنى الصحافه الان ما بين شقين، الموالي للسلطه يتعاقب واللي راه ضد السلطه يتعاقب. ربما اصبحت لا تفرق بين هذا وهذا، فمانيش عارفين المعيار اللي تدفع السلطه على انها تصدر هذا النوع من الاحكام القاسيه والقاسيه جدا، والذي في اخر المطاف يعتقد على انها ستخيف الصحفيين وتدفعهم للتراجع، لكن في نفس في الواقع الامر على انها تسوه عفوا تشوه سلطتها امام المجتمع الدولي وهي على موعد مع استضافه القمه العربيه. الان كي تحكم على صحفي وانت تعرف انه هذا الصحفي مهاجر ومقيم وحاصل على اللجوء في باريس، وانت تصدر هذا النوع من الاحكام القاسيه والغريبه والمخيفه في نفس الوقت وما عندهاش تفسير، ماذا تنتظر من المجتمع الدولي؟ هل سيصفق لك على انك عضو جديد في مجلس الدولي لحقوق مجلس حقوق الانسان التابع للهيئات المتحده، او على انك ستساهم في لم الشمل العربي والشمل الداخلي مفكك؟ بمعنى لا يوجد توافق مما التحليل في هذا النوع تقريبا الوصف الصحيح على ان السلطه يمكن وصفها على انه قد اصابها الجنون السياسي. بمعنى العقال في السلطه ما كان عليهم ان يتصرفوا بهذا النوع، كان من المفروض ان يكون فيه خطاب تهدئه، فيه قرارات تاع تهدئه بالنسبه للصحفيين الذين اختاروا على انهم يقولوا الحقيقه، لانه في اخر المطاف هؤلاء ليسوا صحفيين معارضين كما تصفهم السلطة أو يصفهم السياسيين الموالين لها. هؤلاء الصحفيين في 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 ببساطة رفضوا أن يجلسوا في حضن السلطة الدافئ، بمعنى اختاروا أن ينقلوا صوت الشعب أو صوت المواطن البسيط للسلطة، في حين أن السلطة تريد فقط الصحافة التي ينقل ما تريده السلطة وكفى للمواطن. وهنا المعيار يختلف، وأعتقد على أنه الظرف اللي رانا فيه ظرف مخيف جدا ومقلق ويبعث على على على, على مراجعه الكثير من المعطيات. حتى الان اصبح نحن كعاملين في قطاع الصحافه الذي ملزمون بقول الحقيقه مهما كانت الظروف، نحن نتوقع على ان يكون نفس مصيرنا هو نفس مصير الاحكام اللي صدرت اليوم، احكام الاعدام و10 سنوات بالسجن، واعتقال صحفي لانه كتب مقال على حول الامور، واعتقال صحفي كتب مقال حول تصدير السيارات او استيرادها. بمعنى الامور اصبحت مخيفه جدا. لماذا كل هذا التهجم على وسائل الاعلام في الجزائر والسلطه تدعي على انها تحترم القانون وتحرص على لم الشمل العربي، وفي واقع الامر الواقع الداخلي مخيف ومقلق جدا. وفيما يخص يعني نزيد السؤال زميلتي فقط علاش تبلي قراءتك يعني ب يعني كما يقولوا انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الانسان اليوم؟ يعني هو الانتخابات تصوت عليها الحكومات، لازم نعرفوا على ان المجتمع الدولي على مستوى هيئات الأمم المتحدة والوكالات الأممية كوكالات المنظمة العمل والهجرة وغيرها، فيه ثلاثة أقسام من العضوية، فيه قسم عضوية الحكومات وعضوية المنظمات، وفي بعض الوكالات فيه
منظمات أرباب العمل اللي هم اللي هي الباترونة. وبالتالي عضوية الجزائر في مجلس الأمن يبقى ورقة سياسية تستغلها السلطة، لأنه في واقع الأمر فيه الكثير من الدول التي تقمع الحريات وتقمع الصحفيين وتقمع المنظمات المجتمع المدني كتركيا وسوريا وغيرها من الدول والإمارات ومصر كلهم والمغرب كذلك دولة عضوة تقمع الحريات. فبالتالي هذا ليس معيار على أن القول على أن الجزائر مثلا تحترم الحقوق، بالعكس هذا فرصة مواتية لتذكير الجزائر بسجلها المتدني في مسألة حقوق الإنسان وما وجود الصحفيين والمحامين وغلق الجمعيات والقضاء العام وقضاء التعبير إلا مؤشر على أن العضوية هذه لن تضيف أي شيء، لأن المجتمع الدولي يعرف أنه في الدول التي تحارب القانون بالنسبة للاتحاد الأوروبي لا زال يصنف الجزائر على أنها دولة غير آمنة، فيه من اختار على أن يصفها قم دي بي لكن في دول أخرى ما زالت تقول أنه فيه قمع للحريات وتضييق، وما التقارير اللي خرجت عن الخارجية الأمريكية في مجال التضييق على الديانات وانتقادات وزير الخارجية لما جاء وتكلم على مسألة حقوق الإنسان، فكلها قضايا خلينا نتكلم على أنه الظرف الراهن الظرف الحالي ظرف تاع صراع حول المحروقات والغاز، أول ما يتم تصفية هذا المشكل أو طي مشكل روسيا وما وتداعيات الحرب على أوكرانيا، أعتقد على أنه سنعود للموضوع الأساسي وهو ما مدى احترام هذه الدول للحقوق، لأن تركيا في آخر المطاف دولة لا تحترم القانون، مصر كذلك لا تحترم حقوق الإنسان، مصر كذلك، الإمارات كذلك، يبقى الآن فيها عوامل سياسية أخرى تدفعها على أن المجتمع الدولي يجلس إليها ويتحاور معها على الرغم من فيه انتقادات كبيرة وما التقارير اللي خرجت مثلا من 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 كندا والتقارير اللي خرجت كذلك من مجلس حقوق الانسان ذاته هو اللي اذن الجزائر والمقررين الامميين اللي يرسلوا تقارير يستفسرون عن بعض الانتهاكات الا مؤشر على ذلك. ميرسي بوكو، شكرا لك سعيد بودور على المشاركه. شكرا لك، شكرا. إذن يعني كمشي غير الجزائر اللي لا تحترم الحمد لله ماشي برك الجزائر اللي ما تحترمش المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان، كاين بزاف دي بي اللي ما يحترموش وعندهم العضوية في مجلس في مجلس حقوق الإنسان. بهذا هذه كانت آخر مكالمة نورمال تاع سعيد بودور زميلنا في راديو أم، إذن هو من بين أيضا الصحفيين اللي متابع قضائيا أيضا كما شفنا مؤخرا كثير من الصحفيين اللي تم متابعتهم قضائيا مالوغوزمون تضامننا معهم. كل هذا يعني كنكونوا لحقنا لنهاية العدد تاعنا لنهار اليوم، وفي موضوعنا يعني كنا تناولنا موضوع حول حكم بالإعدام اللي عبدو سمار صحفي عبدو سمار، رغم أنه يعني الحكم بالإعدام يبقى حبر فقط على ورق ويتم النطق به صح ما لا يطبق، صح يطبق حاجة واحدة أخرى اللي هو السجن المؤبد مالوغوزمون، وأيضا يعني كعضوية الجزائر في مجلس حقوق الإنسان. كان هذا موضوعنا لنهار اليوم، أيضا نفكركم لمتابعة بقية البرامج ما لكم غير تدخلوا على موقع radio-1.net أو على مغرب imagent.net أو بالإشتراك على قناتنا باليوتيوب مع تفعيل الجرس باش يلحق لكم كل جديد، أو باتباعنا تقدروا تتبعونا أيضا في الريزو سوسيو فيسبوك تويتر وإنستغرام سان كلود prochainement sur سان كلود أيضا. بعد نقول لكم سلام سلام في عدد آخر إن شاء الله.